في اليوم ده 10 مايو سنة 1497 وصل البحار الإيطالي أميريجو فاسبوتشي بالصدفة لشواطئ أمريكا الجنوبية. وفي نفس اليوم ده سنة 1774 اعتلى الملك لويس السادس عشر عرش فرنسا. وكمان في اليوم ده سنة 1869 دشنت الولايات المتحدة أول خط سكة حديد عابر للقارة. وفي اليوم ده 10 مايو سنة 1899 ولد الراقص والممثل الاستعراضي الأمريكي فريد أستير. وفي نفس اليوم ده سنة 1915 ولد أيضا رائد الواقعية في السينما المصرية المخرج صلاح أبو سيف. وكمان في اليوم ده سنة 1940 غزت ألمانيا النازية بلجيكا وهولندا أثناء الحرب العالمية الثانية.